وخلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة من القاهرة، أكد سعادة الدكتور هشام العشيري عضو مجلس النواب أن مشاركة مجلس النواب في اجتماعات البرلمان العربي جاءت لتناقش المسودة الثالثة لمشروع قانون عربي استرشادي لمكافحة التنمر في العالم والهجرة الغير شرعية، إلى جانب اجتماعات أخرى لمناقشة جميع ما يستجد من أعمال. سيتم خلال هذه الاجتماعات مناقشة المسودة الثالثة لمشروع قانون عربي استرشادي لمكافحة التنمر في العالم العربي، حيث يعتبر التنمر أحد أخطر الظواهر العربية المعاصرة التي باتت تظهر على السطح، خصوصا مع تطور وسائل الحياة وظهور وسائل التواصل الاجتماعي. كما سيتم استعراض المسودة الأولى لمشروع قانون عربي استرشادي لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية في العالم العربي، التي باتت يعني تؤرق العالم العربي خصوصا في الدول التي تعاني من صراعات وحروب داخلية وأدت إلى هجرة المواطنين. إلى جانب اجتماعات اللجنة التشريعية، هناك أيضا اجتماعات اللجان الثانية مثل لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافة والمرأة والشباب، واجتماع لجنة فلسطين، وتختتم إن شاء الله المشاركة بحضور أعمال الجلسة العامة الخامسة للبرلمان العربي التي سيتم فيها استعراض كافة تقارير اللجان الدائمة ومناقشة ما يستجد من أعمال.